مكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخروج من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، قدرت هذه الكمية بعشرة آلاف قارورة خمر من مختلف الأصناف والأحجام، موجهة للبيع بطريقة غير شرعية، وهذا جاء على إثر معلومات مؤكدة واردة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخروب مفادها وجود شاحنة معبأة بكمية معتبرة من المشروبات الكحولية.